مساء الخير عليكم كي دايرين كنتمنى لا فيديو ديال اليوم نلقاكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم مره اخرى قناه نيسار ستورياس في 20 من سبتمبر من سنة 2009 مركز الوقية المدنية في مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا كاليفورنيا توصلوا بواحد المكالمة هاتفية طارئة من طرف سيمون مونجاك لي هو زوج الممثله المشهوره بريطاني مورفي وفي ديك المكالمه كان كيطلب كي منهم انهم يمشيو دغيا لدارها باش يعتقوها لانها ما كانش كتنفس والاطباء غير السلطات للدار غادي يلقاو بريطاني اللي كانت في العمر ديالها 32 سنه مغمى عليها وهي في وسط يدين امها فشحال من خطره بقاو كيحاولوا كي معها انهم يرجعوها الحياه ولكن بدون جدوى فخدوها نيشان مستشفى سيدر صينين وكلهم امل على انهم قدرين ينقذوها فيه وغير وصلت ديك عشرة 10 و دقائق ديال الصباح بريطانيا غادي تجيها سكتة قلبية وغادي تفقد فيها الحياة فحياتها كاملة كانت كدور وراء الحلم الهوليودي وظروف الوفاة ديالها تقولوا عليها غير في المرور بسبب الاحداث الغير مفهومه اللي خلات الملايين من المتابعين ديالها يحطوا العديد من الاحتمالات اللي ادت للوفاه ديال بلا مزيد نطول عليكم المقدمه اذا كنتم موجودين يلا نشوفوا القصه بريطاني اي ازدادت في 10 من نوفمبر من سنة 1977 في مدينة جورجيا أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية فغير من بعد ما ازدادت والديها تشارون مورفي وإنجيلو لوبرتولوري غادي يسكنوا في نيو جيرسي والسبب اللي خلاهم ينتقلوا لنيو أن أولاد أنجيلو من زوجاته السابقة كانوا كيسكنوا تما لكن السبب الحقيقي كان حاجة أخرى والسبب الحقيقي كان هو ان دوم بروتولوري كيف ما كانوا كيعيطوا ليه كان كيخدم كي مع المافيا ايطالو وامريكيه في هذه الولايه فبسبب هاد الظروف الزواج ديالهم ما طولش وتفرقوا فاش كان في عمر بريطاني غير عامين ومع ذلك هاد الطفله ما كانتش كتعاني من اثار انفصال توليدها هي تركيزها كامل كان على انها تولي ممثله مشهوره في السينما فمن صغرها كانت متاكده باغا تكون في كبرها بسبب حبها الكبير لهذا العالم فواحد المره وهي كتعشى في واحد الريستو قدرت تعرف على جوج ديال المشاهد وهي باقا صغيوره مشات عندهم وقفت عليهم وقالت ليهم واكدت ليهم أنها شينا تولي نجمه عالميه بحال وداك الشيء اللي كان ومن بعد الطلاق شارون غادي تعطي وقتها وجهدها كامل لبنتها واللي كانت باغا تشوفها ناجحه وداك الشيء اللي غادي يخليهم يرحلوا لمدينه لوس انجلوس باش بريطانيا يكونوا عندها فرص اكثر كممثله فتمك سجلاتها بحصص الباليه وكانوا عندها حصص كثيره وبريطاني كانت كتقرا سبع في الاسبوع يعني ما كانش عندها نهار ديال الراحه وكذلك تعلمت العزف على البوق والبيانو بريطاني كانت عندها اذن موسيقيه وكانت عندها القدره انها تعزف على اي اله من خلال التدرب عليها فقط لمده 20 دقيقه وهذا الشيء كامل كان بالمرافقه ديال شارون اللي ما كانش كتفاق عليها نهائيا وغير خدات بزاف ديال المعرفه في المجال الفني بريطاني غادي تكمل البحث عن الحلم ديالها وفاش وصلت لسن 13 سنه غادي تبدا مسرحي في بعض المراكز التجاريه ومع هادشي كامل ما تخلاتش على قرايتها ومن بعد مده الاب ديالها تشد في الحبس ففي ذلك الولايه كان خرج واحد القانون ضد اغنياء المافيا وتحكم 12 عام ديال الحبس هذا هو السبب اللي خلى بريطاني تبدل الاسم العائلي ديالها لمورفي باش ما نهائيا بالماضي الاسود تاع عائلتها وبريطانيا غادي تدوز واحد المده طويله بلا ما توصل الشهره اللي كانت كتحلم ليها واكثر حاجه كانت كتوصل ليها هما ادوار ثانويه في التلفاز حتى لسنه 1995 فاش وصلت لحظه الشهره اللي كانت كتنتظرها بفرح الصبر فين خسروها من بين 100 مره باش يجي جسد دور. تاير فيشر في مسلسل كلوليس واخا ما كانش دور بطوله مطلقه لكن كانت غادي تمثل مع اليسيا في سيرفيستون اللي كانت نجمه ديك اللحظه في هوليود تا كونيكسيون باش تقولوا لها كونيكسيون تجذب زعما كاملاتهم من اللحظه الاولى وبريطانيا تمكنت من ان تاخذ الحب ديال جميع طاقم العمل بسبب شخصيتها وتصرفاتها وابتداء من هذا الفيلم غادي يوصلوها ادوار كثار وفي سنه 1999 مثلت في انوسينسيا انترومبيدا برفقه انجيلينا جولي ووينونا رايدر ومن بعد في اوتشوميل مشاركه ايمينيم وما مسيرتها الفنيه غادا كتكبر محد طموحاتها كيتزادوا باش تحصل على البطوله المطلقه وهذه كانت اكثر حاجه كتمناها في هذه الحياه لكن كاين شيء اللي ما تحقق داكشي اللي منه واللي كانوا هما الاشخاص اللي كانوا ضايلين بها وداكشي بسبب النصائح اللي كانوا كيعطوها واللي كانوا كيقولوا ليها فيهم باش تحصل على دور البطوله فكان خاصها تلبس لباس اللي هو ملفت وبريطاني ما من العاكسين فداكشي اللي دارت مشات غيرات اللون ديال شعرها للاشقر وكذلك بدلات الستايل ومع ذلك الفرص ما وصلوهاش وفي لائحه النساء الجميلات والمثيرات كانت دائما فتماك صافي بريطاني غادي تعصب وقررت انها دير تغيير جذري فدارت عمليه تجميل على الانف ديالها ومن بعد العمليه بدات كتشرب واحد الدواء اللي كان الاسم ديالو بيكودين وبقات كتشرب فيه حتى تشرب فيه حتى تبلات به وما بقاتش قادره تعيش بلا ومع ذلك ما الامر فكما كتعرفوا في هوليود الجمال هو كلشي واخيرا بداو يوصلوها الادوار اللي كانت باغا وواحد منهم كتبتلات مع مايكل دوغلاس في مثل الدور ديال شابه كانت كتعاني من اضطراب نفسي وغير العديد من الافلام انا ذكرت لكم غير بعض من الادوار ديالها لان لائحه الادوار ديالها طويله فالنجوميه ديالها ما حدها كتزاد ما حد ديالها كتزاد فشات قصر اللي قيمته تفوق على 3 مليون دولار اللي كان سابقا في ملكيه نجمه البوب بريتني سبيرس وكذلك جيستين تمبرلك. واللي رحلات ليه هي ومها اللي كانت مازالش كدعمه فهي تلك المده بدات كتواعد الممثل استون كوتشر واللي تزوجات به لمده سنه ومن بعد طلقات منه ومن موراها الام ديالها غادي يجيها مرض سرطان الثدي واللي بريطانيا غادي ليها الوقت ديالها كان واللي كانت كتقول دائما ان هادشي كامل اللي وصلت اللي كان بالفضل الام ديالها ومن بعد مده ام بريطاني برات من المرض اللي كان فيها وبريطاني رجعت لحياتها الطبيعيه فخرجت مع المناجر جيف كوانيتس ومع مساعد الانتاج جوما كالوس وحتى واحد فيهم ما بقات معاه في سنة 2007 فين غادي تتعرف على الزوج ديالها سيمون مونجاك واللي كان كاتب سيناريوهات بريطاني والحب اللي كان بيناتهم كان كبير لدرجه انهم خلاهم يتزوجوا غير من مورا شهر من بعد التعارف ديالهم ولا عاد احتفلوا به غير بين الاصدقاء والعائله وحتى لهنا كلشي كان كيبان زوين ولكن الحقيقه ماشي هي هذه سيمون مونجاك كان عنده ماضي اللي كان اسود وكانوا عليه ديون اللي كانوا اكثر من 300 الف دولار والفلوس كاملين اللي كانوا عنده ربحهم بسبب واحد الدعوه قضائيه اللي كنربحها على اصحاب لا فابريكا دي لوس اللي قال عليهم انهم سرقوا السيناريو ديالو وكاع الناس اللي كيعرفوا كي بريطاني كانوا كيصحوها وكيقولوا ليها حضري راسك منه راه كيستغل الشهرة ديالك باش يطلع على ظهرك وباش يوصلو خدامي اخرين بحكم انه رجلك بريطاني كانت كتسمع هضرتهم واخا هكذا الهضره ديالهم كلها كانت كتدخل من الودن وكتخرج من الودن الاخر لانها اصلا كانت كتحمق عليه وما كانتش كتشوف شي واحد اخر من غيره وفي هاد الحاله كانت كتسمع لقلبها وما كانتش كتسمع لعقلها غادي ترحل هي وشارون ومنجك القصر اخر وفي اول ظهور عندهم كزوجين كانوا كيبانو فرحانين ما عندهم حتى مشكل وكانت كتقول انه شخص رومانسي وانه نعمه من عند الله جاتها في تعرفت عليه ولكن من بعد مده كاع دوك المخاوف اللي كانوا متخوفين منهم الاقرباء منها كلهم تحققوا فبدا كيتحكم لها في حياتها طلب منها الرقم السري لتليفونها جيميلاتها وكذلك لكونت بونكير وبدا كيتحكم لها في فرص العمل اللي كيوصلوها كيقبل اللي بغا كيرفض اللي بغا بلا ما يرجع يتشاور معها او يتكلم مع المناجير ديالو وفي الشائعات ما يتعطلو باش يوصلوا وكلهم كانوا متفقين على ان طريقه التعامل ديال البريطاني في التصوير كانت مختلفه بزاف كانت في حيله مغيبه ما كانش شي طريقه باش يهضروا معها بلا ما يهضروا مع مونجاك هو الاول وهذا المشكل ما كانش غير مع المقربين منها كان هذا المشكل مع جميع الناس اللي كانوا كيتعاملوا معها سواء من المقربين او العائله وحتى الطاقم العام وبهكذا بريطانيا بدات كتخسر العروض وفرص العمل وحتى واحد ما بغى يخدم معاها لانهم ما باغيينش يتعاملوا مع مونشاك وهذا الشيء اللي خلى بريطانيا تبدا تنتج افلام من مالها الخاص لان حتى واحد ما بقى بغى يتعامل معاها وكيف ما قلت لكم واخا جاتهم من مالها الخاص حتى واحد فيهم منجح وكما الشهرة ديال بريطانيا طلعت بدات كتنزل والصحه ديالها حتى هي واي ظهور اعلامي خرجت فيه كانت كتبان ضعيفه بزاف حتى الناس بداو كيقولوا عليها ان عندها سوء تغذيه وانها كانت كتعطل المخدرات وبريطانيا غير كتسمع هذه الهضره عليها كتخرج كتكذبهم وكتقول ان عمرها في حياتها ما تعاطات المخدرات او انها شافتهم حتى كيفاش دايرين وبالنسبه للتغييرات اللي كان في الجسم ديالها صرحت انها مازال كتلبس نفس الحوايج نفس الرقم ديال الحوايج وان التغييرات اللي كيشوفوا في الشكل ديالها رجع للتقدم في العمر وانها متصالحه مع ذاتها وكيعجبها راسها كيف ما هو لكن كيف ما قلنا كنعرفوا ان ان فوا كتخرج شي اشاعه صعيب انها تنسى والاشاعات عليها عاد ما غاديين كيتزادوا كيكبروا كي اكثر من المسيره المهنيه ديال وحتى التصرفات نساها ما كانوش كيعاونوا بحال مثلا فاش كتكون كتصور شي فيلم اغلبيه الوقت كدوز وهي كتشرب في القهوه او سد على راسها في الحمام فكانت ضعيفه بزاف لدرجه انها ما بقاتش قادره توقف على رجليها وحتى من المسؤولين عن الميكاب كلهم كانت يقولوا كانوا كيقولوا ان عينيها كانوا داخلين لداخل بسبب العياء والحزن اللي كان عليها فهي غير كتسالي من التصوير كتمشي نيشه لدارها ما كتعاودش تخرج خوفا من لي فكل فكلشي كيشك فيها ان كاينه شي حاجه تماك اللي كانت كتقضي عليها شويه بشويه وسنه 2009 صرحت للإعلام انها كتسنى فقط امتى ترحل مع راجلها لنيويورك باش ياسسوا فيها عائله لكن المشيئه ديال الله كانت عندها حوايج اخرين مخبيين لهاد الممثله الشابه وفي ديسمبر من نفس العام بريطانيا سافرت هي الزوج ديالها لبورتوريكو باش تصور واحد الفيلم اللي ما كملاش التصوير ديالو لان فديك المده اللي كانت كتصور فيها واحد النهار راجلها غادي يحضر الموقع التصوير وهو تحت تاثير الكحول ودار ليهم فضيحه داكشي اللي خلاهم يطردوها من الفيلم واخا طردات بريطاني من الفيلم هي مشات على قبل لبورتوريكو هاد الزوجين قرروا انهم يبقاو ايام اخرى في بورتوريكو كعطله اللي ما كانوش مجدلين ليها وبريطاني رجعت لبلادها غادي تبدا تمرض وغادي يبداو يبانو عليها اعراض الانفلونزا والتهاب الحنجر وقررت انها تشرب غير الدواء اللي عندها في وما تمشيش للطبيب بالنسبه ليها ما كانتش شي حاجه اللي كتطلب انها تمشي عليها للطبيب وداكشي اللي دارت دوزات جوج سيمانات في الطار في الفراش وهي مع راجلها وبقات عاطيها غير الماكله ديال الزنقه من بورغر بيتزا والى ما غير ذلك ومقابله غير التلفازه حتى كيصبح الحال وبقات هكذا حتى تزاد عليها المرض وصلت لدرجه ان كان خصها تنفس بماكينه ديال الاكسجين فدارها كانت كلها نسخه هذه واحد الحاجه اللي ما فهمتش هي لاباس عليها وتاريه ومليوناريه علاه ما كاينش عندها الخدمة اللي يجمع لها الدار ولا كان جات عليهم المهم دارها كلها كانت نسخه وبالخصوص البيت ديالها كانوا فيها القراعي مليوحين الماكله حتى من الفراش ديالها اللي عرقات فيه وهي مريضه ما تبدلش وابار الورد ديالها ما كانش عندها القناة حتى شي حاجه والام ديالها والزوج ديالها اللي كانوا ساكنين معها ما مسوقين وكان عندهم كلشي زيد ناقص وحتى وصلت لدرجه ان ما بقاش قادره تنفس بالماكينه والجسم ديالها ما بقاش قادر يتحمل ويوم 20 من ديسمبر من سنه 2009 مع 8 ديال الصباح بريطاني فقدت الوعي في الحمام وطاحت فجات عندها امها باش تعاونها وبقات كتغوت وكتعيط على الزوج ديال بريطاني وكتقول ليه عيط على الاسعاف راه بريطاني طاحت وفقدت الوعي ديالها وزوج بريطاني ديك الساعة اتصل بإسعاف ولكن كان فات الفوت والوقاية المدنية حاولوا أنهم يديروا لها مساج باش ترجع للحياة ولكن كان بدون فائدة وعلى آمل أنهم ينقضوها خدوها للمستشفى ومع العشرة واربعة دي ديال الدقائق ديال الصباح غادي توفى بسبب سكتة قلبية وهي في عمر 32 سنة فالخبر صدم هوليود وانتشر بسرعة البرق في وسائل الإعلام والإعلام والجمهور كلهم بدأوا كيسولوا نفس السؤال كيفاش واحد المرأة اللي شابة ماتت بين ليلة وضحاها واخا كنعرفو ان الأعمار بيد الله لكن الظروف اللي مات فيهم هاد الممثله كيخليوك تطرح بزاف ديال التساؤلات لانهم كانوا ظروف غامضه فكل شي كان باغي يعرف السبب وكانوا شي وحدين اللي كانوا كيقولوا انهم كيعرفوا السبب وواحد منهم بالخصوص اللي كان هو سيمون مونجاك فطلب من البوليس انهم ما يديروش لمرتو تشريه واخا ما السبب المحققين غادي يرفضو الطلب ديالو وممكن نقولو انه ما كانش طالب منه كان امر منه ليهم في انها ماتت بسبب التهاب رئوي اللي ما تعالج وكان عندها نقص في الحديد بسبب الانيميا وكذلك كان عندها تسمم بسبب الادويه اللي كانت كتاخذ بدون وصفه طبيه ومغير على داكشي كاع اللي كانوا كيهضروا عليها من قبل في الدم ديالها ما لقاوش عندها اثار ديال المخدرات كيف ما سنوات كانوا كيروجوا عليها انها كانت كتعاطى المهم الاطباء صرحوا على ان وفاه بريطاني كان حادث ولكن كان ممكن يتفاداه كون في داك الاسبوعين اللي كتسد على راسها في الدار داوها الطبيب وراها تعالجت وراه مازال عايش فوسائل الاعلام كلهم وجهوا اصابع الاتهام لمنجك وماشي غير بسبب المرض كذلك انه تسبب لها الطرد من بزاف ديال الاعمال وكان هو السبب الرئيسي في تراجع ديال الشهرة ديالها فمشى العديد من البرامج ووضح فيهم انه ما كاش عارف بان راه مراتو كان عندها التهاب رئوي كان عارف فقط ان مراته كان عندها غير الانفلونزا وانها كانت كتشرب ليها الادويه المناسبه وكاع صيحة التصريحات اللي صرح بهم غادي يدخلوا لواحد الدائره مسدوده لمده اشهر فبدا كيهدد منتجي الافلام انه غادي يرفع لهم دعوه قضائيه وبدا يتهجم عليهم لفظيا المهم خرج على الكونترول في فبراير من سنة 2010 شهرين من مورا وفاة بريطاني شارون ومونجاك قرروا أنو يفتحوا واحد المؤسسة خيرية باسم بريطاني وباش الناس يحضروا الحفل خاصهم يخلصوا التيكت ديال الدخله بألف دولار فالناس غادي تعجبوا من هادشي اللي كيطلبوا منهم وغادي يتواصلوا مع وسائل الاعلام باش يعاودوا لهم اشواق فهي هذيك بالليل ونهار الحفله غادي تلغى بحجه ان واحد من العائله كان مريض شكون هو الله اعلم ولكن من بعد اسبوعين وسائل الاعلام غادي يخرجوا بخبر اللي مفادو انهم مكانوش تقدمو بوثائق لازمه باش ينظبوا الحفل ماشي كيف ما كانوا كيقولوا بان شي واحد من العائله كان مريض وسائل الاعلام غادي يقولوا بانهم ما كانش خاصهم يطلبوا من الناس الفلوس داكشي اللي غادي يخلي شارون تخرج لوسائل الاعلام وغادي تقول بان داكشي كل اللي وقع بسببها لانه ما عندها شي تجربه اللي هي كافيه باش تنظم هذا الحفل فالبحث عن الفلوس ما كانش الحاجه الوحيده اللي لفتت الانتباه في التصرفات ديال شارون وراجل بنتها فالناس كلهم عرفوا انهم مازال ساكنين مع بعضهم في الدار ولدرجه انهم شاركين مع بعضياتهم الغرفه فشارون كانت ديما كتخرج وكتنفي هذه الاشاعات وكانت كتقول انهم كيواسيو بعضهم لان الحزن ديالهم واحد ولكن هاد العلاقة الغريبة ما غاديش تطول ففي 23 من مايو من نفس العام شارون غادي تلقى سيمون مونجاك مفارق الحياة في نفس الغرفة اللي توفت فيها بنتها بريطاني شهور من قبل وماشي غير هادشي اللي غريب والغريب اكتر انه في تشريح طلعت النتيجة انه مات بالتهاب رئوي وانه كان عنده نقص حد بسبب الانيميا في بحال بريطاني وهذا عاد ما زاد اثار الشكوك ولكن البوليس قالوا انه غير صدفه لا غير وخا تصريحات ديال البوليس هذا ما منعش انه يخرجوا بزاف ديال النظريات وشارون طلبت من الطبيب الشرعي انهم يبحثوا في المنزل اللي كانت ساكنه فيه بنتها والزوج ديالها ويعرفوا شنو هو سبب الوفاه فالاختصاصي اكتشف انه كانت فعلا غموليه في القصر ولكن ما كانش هي السبب الرئيسي باش مات دابا غادي نمشيو للاب ديال الممثله بريطانيا انجيلو بروتولوري شكك في الوفاه نتاعها وغادي يطلب تحاليل خاصه في جوج مختبرات اللي هما مختلفين ومتاكد بان الوفاه نتاعها ماشي حادث كيف ما قال هذه المختبرات لقاو كميه اللي هي كبيره ومعادن اللي كانوا ثقيله في هذه العينات ديال الشعر وهذه المعادن الثقيله اللي لقاو عندها في الشعر كتفوت المقدار الموافق عليه من طرف منظمه الصحه العالميه والتفسير ديال هذا الشيء اللي عندها هو ان هذه المعادن شخص ثالث هو اللي عطاهم ليها والغرض منه انه يصفيها عليها وهاد النتائج اللي خرجو خلاو كلشي انتبه لانه ممكن تكون تقتلات بشي سم او السم ديال الفيران وهذا الشيء اللي كيشرح الاعراض اللي كانت كتحس بيهم خلال دوك الاسبوعين مكتب ديال التشريح ديال لوس انجيلس غادي يكتبوا التحاليل وقالوا بان هاد المعادن الثقيله ما كانوش بسبب التسمم كانوا بسبب الصبيغه اللي كانت كدير في الشعر زيد عليها ان في الاعضاء ديالها ما لقاوش اثار ديال هاد المعادن فبالنسبه للاب بريطاني ان يكون البوليس ضده ما يكن شي حاجه اللي هي جديده كيف ما كتعرفوا بانه كان رجل مافيا وغادي يجيب لهم نظريه اخرى قويه اكثر من هذه اللي كيقول فيها بان بنت صفاها ليها شي واحد حكومة الولايات المتحده الامريكيه او كيف ما كتعرفوا الماسونيه فاب بريطاني صرح للاعلام ان زوج بنته كان قال لهم شهور قبل ما يموتوا انهم كانوا كيمشيو نيشان للدار وكيسدو لانهم كانوا كيحسوا انهم قبلينهم وكيتبعوهم في مشاو داكشي اللي خلاهم يزيدوا في الحرس اللي عندهم في الدار وركبوا 56 كاميرا وليندا الام ديال سيمون مونجاك حتى هي خرجت ودعمت الاقوال ديال الاب البريطاني واللي كانت قالت بان ولده فاش مشى يعاود الباسبور ديالو شدوه وداو شي وحده من الحكومه الامريكيه وعطوه العصا ولكن التصريحات ديالهم ما على محمل الجد خرجوا شي ممثلات تصرحوا بان مونجاك كذاب كبير وان التصريحات ديالو ما خصهمش بعين الاعتبار كاينه وحده فيهم اللي قالت بان كتخطوها من شحال هذه المونجاك وانها كانت حامله منه من بعد قال لها مونجاك يلاه نمشيو نسكنوا مع بعضياتنا في نيويورك وهي فاش مشات عنده كتسناه انه يستقبلها ما جاش يستقبلها خلاها مليوحه وانه مع عمره رجع يتصل بها او يهتم بولده المستقبل وهذا الممثله اكدت بان بريطاني كان ضحيه ديال مونجاك زيد عليها ان الشخص اللي كان متكلف بالاموال ديال بريطاني صرح في واحد المجله اللي هي كبيره انه من بعد وفاه بريطاني مشى جاك وخوا كاع اللي كنت بونكير ديالها ولكن السؤال هنا هو ان سيمون وخا كاع خواليها اللي كنت ديالها وباع كاع الاملاك ديالها راه حتى هو مات ومات بنفس الطريقه اللي مات بها هي وكذلك لقاو عنده داكشي اللي لقاو عندها هي وما بين ثلاثه ديال الاشخاص اللي كانوا ساكنين في داك القصر شخص واحد هو اللي بقى حي اللي هو الام ديالها شارون اللي خلى كاع النظرات جهتها واحد المقابلة إعلامية في سنة 2014 بيرتو لوري غادي يصرح بأن السبب الوحيد في وفاة ديال بنته واللي أثر الشك دياله أن بريطاني غادي ورقة واحد الورقة وغادي تخلي فيها جميع الأملاك الأم ديالها وتاريخ كتابة هاد الورقة ما كانش بعيد من تاريخ وفاة بريطانيا وفي هاد الورقة حتى سيمون مونجاك اللي كانت كتحمق عليه بريطاني ما خلات ليه والو ديال الورث واللي كيخلي هادشي تزاد غرابه ان هادشي اللي وقع البريطاني جا من بعد ما بريطاني عودت لامها انها بغات ترحل مع الزوج ديالها في نيويورك باش يبنيو عائله وانها بغات تولد مع شي ولد ولا بنيته وبغاو يعيشوا سعاده فهادشي عاد ما زاد خلى جمهور بريطاني زادو تاكدوا بان ممكن تكون شارم وبالخصوص انها بقات بلا فلوس وعرضت القصر للبيع فهي كالعاده غير سمعت عاوتاني هاد التصريحات غادي تكتب واحد الرساله وغادي تصيفطها لواحد الصحيفه اللي هي مشهوره في هوليود واللي كانت كتنفي فيه جمله وتفصيله بان هي كانت طرف بهادشي اللي وقع لهاد الزوجين واخا هكذاك فوق تما كتخرج شي تصريح عاد ما كتزيد كتلفت الانظار عليها المهم من هذا الشيء كامل من بعد كاع هذا الشيء اللي على بريطانيا بريطانيا مازال كاع الناس كيتذكروها بانها كانت واحده من الممثلات الجميلات وواحدة من الممثلات المشهورات في هوليود وكذلك كانت واحد الانسانه محبه للخير والقلب ديالها كبير ابتداء من الناس اللي خدامين معها حتى الجمهور ديالها كلشي كيبغيها وكلشي باقي كيتفكرها وعنده عليها واحد الذكرى اللي هي زوينه و15 عام من وفاتها كلشي كيتسائل على سبب الوفاه ديالها شكون غادي يكون ممكن يكون الزوج ديالها ممكن تكون الام ديالها او ممكن هادشي يكون عنده علاقه بالماسونيه نتوما قولوا لي النظريه ديالكم وشكون ممكن يكون السبب من مورا الوفاه ديالها اذا كانت هذه اول مره كتشاهدوا فيها القناه ديالي وعجباتكم ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش توصلو بالجديد وما تنسوش تدعموني بلي لايك لان اللايك لايك ديالكم كيزيد كيشجعوني باش انني نحط لكم قصص اللي هما جداد وفي نفس الوقت كيعاونني مع اليوتيوب كيعرف بان هاد القصص كيعجبوكم عاد ما كيزيد كيوصلهم الناس اخرين شكرا على المتابعه ديالكم وحتى نتلاقى بكم في قصه اللي هي جديده باي باي